ايضا معايا المهندس احمد ابو هشيمه، رئيس مجلس اداره شركه حديد المصريين. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ لميس، اهلا بيك، اتفضل. كل سنه وانت طيبه والشعب المصري كله طيب بمناسبه شهر رمضان. ويعني صراحه انا بشكرك على المجهود اللي انت عاملاه ده بجد من قلبي، يعني كتر خيرك. شكرا. وطبعا احنا مش عارف ابتدي منين، ولكن بلدنا محتاجين فعلا كلنا في الوقت الصعب ده اقتصاديا نقف معاها. يعني انا النهارده موضوع كان احنا على قناه بي تي برضو، كان الاستاذ خير رمضان والاستاذ محمد الامين عملوا مبادره بعد 30/6 من صندوق دعم مصر. والصندوق ده انا بطمن الناس كلهم اللي هيتبرعوا ان هو هيتضم للمبادره بتاعت السيد الرئيس النهارده. فال 850 مليون هينضموا، انا سمعت كمان ان الجيش اتبرع بمليار جنيه. وطبعا يعني انا سامع المكالمات كلها حاجه جميله جدا، وانا يمكن ما بحبش دايما اقول ارقام، ولكن صراحه الوقت ده مش وقت منظره، احنا كلنا لازم نقف جنب بلدنا. صحيح. فانا بستاذنك، انا الموضوع لسه جاي لي فجاه، يعني انا كنت عارف ان انا هعمل حاجه بكره، ولكن انت حمستيني جدا. فانا بتبرع من حسابي كشخص احمد ابو هشيمه غير حديد المصريين ب 5 مليون جنيه، بكره هيتحط في الحساب. بكره ان شاء الله هعمل اجتماع مجلس اداره الحديد المصريين، ممكن نشوف نعمل ايه للصندوق الجديد بتاع اللي هو ينضم كله يبقى في صندوق واحد، ودي حاجه محترمه جدا. وبرضو انا بس كنت برضو كان في حديد المصريين، احنا يعني موضوع المسؤوليه المجتمعيه دي في كل القطاع الخاص. انا عارف انه انا بشكر كل القطاع الخاص على الثلاث سنين اللي فاتوا طبعا، وفعلا استحملوا جامد تحمل، لا طبعا قطاع خاص تحمل كتير الحقيقه، انتقادات كبيره جدا ليه، ولكن البلد دي هتتبني بجزء كبير جدا، 80% منها من القطاع الخاص. انت عارفه الدوله فقيره جدا، فاحنا محتاجين نشجع القطاع الخاص حتى بالكلمه طبعًا. الحلوه، ومحتاجين نقول له على اللي حصل قبل كده كتر خيرك، ومحتاجين نقول له ان احنا قدامنا 3-4 سنين كمان محتاجينكم تشتغلوا بقى بالعكس انا اهم من عندي ان انت توسع استثماراتك وان انت تشغل مزيد من الناس، ده اهم، لان هو دي العجله الحقيقيه الحقيقه. صراحه انت بتتكلمي صح، بتتكلمي اقتصاد، ان انا النهارده اهيئ فرص عمل، اعمل تنميه، ده الاهم بالنسبه لي من التبرع الحقيقه يا ابو هشيمه. طبعا طبعا، ولكن تبرعك مشكور جدا الحقيقه، يعني بشكرك دايما. ربنا يخليكي، وباذن الله باذن الله انا حاسس ان الايام الجايه تبقى احسن ان شاء الله. ان شاء الله. اذا احمد ابو هشيمه 5 مليون جنيه من حسابه الخاص، وهشوف مجلس اداره حديد المصري.